أول متعدد للعبقرية في العالم، مهندس معماري وطبيب وغيرها من الأوسمة التي منحت له كثيراً لدرجة لا يمكن ترقيمها، أول مهندس معماري في التاريخ، وكذلك أول طبيب وأحد أشهر المهندسين في مصر القديمة، رفع إلى درجة معبود بعد وفاته وأصبح إله الطب. ظهر إمحوتب سنة 2800 قبل الميلاد في التاريخ الفرعوني القديم على أنه الرجل النابغة، فهو أول مهندس معماري وأول طبيب معروف الاسم في التاريخ المدون، بالإضافة للعديد من المجالات، حتى إن البعض اعتبره صانع الأعاجيب. يقال أنه كان ينتمي لأسرة ميسورة الحال ومحب للعلم والتعلم، فوالده يدعى كانوفر وقد كان مهندساً معمارياً مشهوراً في البلاد، ووالدته خريدونخ وقد ولد في بلدة عنختاوي من ضواحي مدينة منف. عمل إمحوتب في القصر الملكي كمهندس للملك زوسر، فصمم هرم زوسر المدرج الشهير في سقارة مصر، كما أنه حصل على العديد من الوظائف والامتيازات التي يحلم بها العديد والتي تقتصر على الأسرة الحاكمة فقط، حتى أصبح وزير الملك ومستشاره. كما تمتع إمحوتب بالقدرة على الكتابة باللغة الهيروغليفية التي اقتصرت على 1% من عموم الشعب في تلك الفترة، كما نظام الحكم وخزينة المملكة والحروب والزراعة والمشرف العام على أمور المملكة. كان لظهور إمحوتب أثر كبير في تطور العمارة الفرعونية بشكل كبير، فظهر بسبب براعته في فن العمارة الهرم المدرج المعروف بدلاً من مباني العصور القديمة المكونة من الحجر والخشب، وهو من أقدم النصب الموجودة من حجارة منحوتة في العالم. ولشدة براعة إمحوتب في تشييده لهذا البناء، فقد فشل الناس في أن يشيدوا بناءً مثله لمدة 100 عام، إلى أن جاءوا بعد قرن كامل من الزمان وبدأوا بناء إهرامات الجيزة الكبيرة، الذين اعتمدوا في تصميمها على تصميم إمحوتب الأصلي. لم يكن إمحوتب نابياً للإهرامات والمعابد فحسب، وهذا ما أدركه الكهنة الذين أذهلتهم عبقرية إمحوتب في العديد من المجالات، فكان يملك الكثير من المعرفة في الطب، حيث ألف مخطوطات بردية للعلاج، وكان على علم بفن التحنيط وعلم التشريح، بالإضافة لمعرفته الكبيرة في علم النجوم. كما قام إمحوتب باختراع الكثير من العقاقير الطبية، كما أنه أسس مدرسة لتعليم الطب في مدينة منفس المصرية، والتي أصبحت بعد موته مقراً لعبادته، إذ يعتبر إمحوتب مؤسس علم الطب، فقد قام بتأليف مخطوطات عن الأعراض وطرق العلاج والعلاج بالعقارات، وكانت طريقته لا تعتمد على السحر والشعوذة. وعثر له على مخطوطة تسمى إدوين سميث بيباريس، تحتوي على مشاهدته في التشريح وأعراض أمراض وطرق للعلاج، ومن ضمنها علاج الكسور. كما أولى إمحوتب أهمية خاصة إلى المرضى العقليين، حيث لم يسخر أبدا منهم، بل وصفهم بأن عقولهم في يد الله. وتصف المخطوطة 48 حالة مرضية، فقد شخص إمحوتب وعالج أكثر من 200 مرض، 15 مرضا من أمراض البطن، و11 من أمراض المثانة، و10 من المستقيمة، و29 من العيون، و18 من الجلد والشعر والأظافر واللسان. عالج إمحوتب السل وحصى المرارة والتهاب الزائدة الدودية والنقرس والتهاب المفاصل، كما أجرى العديد من الجراحات ومارس طب الأسنان بشكل مبسط. اشتهر بحكمته ومعرفته الواسعتين، وكان هذا الرجل الحكيم فيزيائيا عظيما وواحدا من المستشارين السياسيين للفراعنة، وكان أيضا شاعرا وفيلسوفا. احتوت مقولاته وأمثاله فلسفة للحياة، بالإضافة لمعرفته الكبيرة في علم النجوم. هذا العالم الفذ ترك سمعة مدهشة، بحيث لم ينسى على مر العصور، وكان الأب الروحي للكتاب فيما بعد، وكان الكتاب يسكبون بعضا من ماء الحبر الذي يكتبون به تكريما له قبل بدء عملهم. فقد استخرج إمحوتب العقارات من النباتات، وخلده المصريين القدماء في العديد من التماثيل، فبعض تماثيله تبنيه جالسا على كرسي وعلى حجره لفة من أوراق البردي، أو تحت إبطه أو واقفا وله ذقن تشبه ذقن الآلهة، وحاملا علامتي العنخ أي الحياة، والصولجان
هي علامة الحكم، وقد عثر على تماثيل وأنصاب بأعداد كبيرة لأمحوتب كإله شفاء تثبت شهرته الذائعة والاحترام الشديد الذي تمتع به في الأزمنة الغابرة. وقد تضاعفت شهرته على مر القرون، وباتت في زمن الإغريق مراكزا لتعليم الطب، ثم في عهد البطالمة أصبح إله الطب أو الشفاء لدى المصريين، وأقيمت له مزارات ومعابد في مختلف أرجاء مصر وبلاد النوبة. وكان يعتقد أن حالات شفاء عجيبة كانت ممكنة بفضل تدخله، ومن هنا كانت معابده تغص بالمرضى الذين ترك كثيرا منهم سجلات تفيض بالشكران وعرفان الجميلة. وله معبد في سقارة باسم معبد إمحوتب، وصار مصحة يزورها المرضى من جميع أنحاء الأرض، إلا أن مسؤولياته الدينية كانت ذات علاقة وثيقة بالسحر، وفي مصر القديمة كان السحر والطب وثيقي الصلة. حصل إمحوتب على الكثير من الألقاب، من ضمنها رئيس المهندسين وسيد النحاتين ورئيس الوزراء، ولقب باسم ابن بتاح. وقد نال إمحوتب شهرة عظيمة وواسعة، كما أنه تغلب على المجاعة التي ضربت أرض مصر واستمرت 7 سنوات، وهذا ما يتفق ورؤيا يوسف التي ذكرها الله في القرآن الكريم. لذلك يرجح بعض المؤرخين أن الكثير من صفات النبي يوسف عليه السلام تطابق صفات إمحوتب، فقد كان يوسف عليه السلام عالما وعارفا بالكثير من العلوم، وكذلك كان إمحوتب. وقام يوسف عليه السلام بتوحيد الآلهة المصرية في إله واحد، وكذلك فعل إمحوتب، كما ربط هؤلاء الباحثون بين اللغط الدائر حول جثة النبي يوسف عليه السلام حتى الآن، وبين اختفاء جثة إمحوتب، إلا أن المؤرخين أوضحوا أن فترة الدولة القديمة ضربها عدد من المجاعات التي وصلت إلى فلسطين والشام في آسيا، بينما تم دحض الآراء التي تعتقد أن النبي يوسف هو أخناتون أيضاً لعدة أسباب لا يسعنا سردها هنا. نعود إلى تاريخ إمحوتب الغامض من حيث ظهوره واختفائه. فعلى الرغم من الإبداع الفني الذي أحدثه في العمارة واكتشافاته الطبية العديدة، نجده يختفي بشكل غريب وغامض جدا من التاريخ الفرعوني، بحيث لم يعد يذكر أي شيء عنه، وكأنه لم يكن موجودا من قبل. ومما يثير الاستغراب أكثر هو اختفاء قبره والكتب التي ألفها، مما يجعل اختفاءه بهذا الشكل الغامض لغزا بحد ذاته. وقد عجز علماء الآثار عن إيجاده أو العثور على قبره أو حتى العثور على بعض مؤلفاته، كما نجد أن معنى اسم إمحوتب يثير الغموض أيضا ويصبح لغزا يضاف لهذه الشخصية. فمعنى اسمه في اللغة الفرعونية الذي جاء في سلام، فكأنه جاء وأحدث كل هذا التطور العمراني والطبي وذهب بسلام وهدوء تام.